يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرد على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر، ويزعم أن هذا طعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله، النبي ما مرض ولا مات، نبذ مرض، السحر مرض، أصابه المرض بسبب السحر، والنبي شج وكسرت رباعيته. تقول أن الرسول معصوم ولا معصوم في الوحي، في تبليغ الوحي والشريعة، أما أنه معصوم في بدنه ما يصيبه شيء، هذا ما قاله، ما قاله أحد. والسحر إنما هو مرض من الأمراض والإصابات، والرسول بشر يصاب كما يصاب البشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ والحديث في الصحيح، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، هذا في الصحيح، لا ينكره طالب علم، إنما ينكره إما جاهل وإما إنسان ما يحتج بالحديث. نعم.